مصر وجنوب السودان يقف أمام سد النهضة وبيان عاجل من الرئيس السيسي، ودار الإفتاء المصرية ترد على جماعة الإخوان بشأن تحريم مولد النبي وبيان ناري، وبيان عاجل من الداخلية المصرية ترد على أنباء احتجاز مجند للشرطة لإجباره على تغيير ديانته، وعاجل في مفاجأة كبرى البلاط الملك البريطاني يختار محمد صلاح من بين البريمير ليج، ننشر التفاصيل، وعاجل تفاصيل إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه، ننشر التفاصيل، ومصر تنشر بيانا مفاجئا حول مشروع سيكون نواة لربط عربي مشترك. في البداية احنا عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، ودار الإفتاء المصرية ترد على جماعة الإخوان بشأن تحريم مولد النبي وبيان ناري. وجه الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية التهنئة إلى البشرية جمعاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، مطالبا أصحاب فقه الحزن بأن يتركوا الناس يفرحون بهذه المناسبة. ودفع عمران في مداخلة تلفزيونية على الهاتف عن مظاهر احتفال الناس بالمولد النبوي الشريف وإدخالهم سرور إلى قلوب الأطفال بالحلويات. وخاطب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من وصفهم بأصحاب الكلام الآخر وأصحاب فقه الحزن وفقه البؤس، الذين يريدون أن يغلقوا على الناس أبواب الحياة لأن الفرحة والاحتفال جزء من الحياة. نقول لهم ابتعدوا عن هذا الفقه العجيب الغريب، وأتيحوا لنا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرح به. مصدر معانا كان من الحدث اليوم، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في بعض الجماعات وخصوصا جماعة معينة تسمى جماعة الإخوان، يعني طلعت في بيان كده وقالت ان ما ينفعش ان احنا نحتفل بمولد سيدنا النبي عشان دي بدعة. طبعا يعني انا مش فاهم ايه الفتوى الغريبة دي، هي فعلا فتوى من الحزن او فقه حزن، فقه سيء. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا احنا علينا ان احنا نفرح وننبسط جدا، ويعني نجيب حلويات ونفرح بمولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب محمد، لازم نفرح بمولد سيدنا النبي. اترك لحضراتكم التعليق، عاوز اعرف رأي حضراتكم في هذا الأمر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومصر وجنوب السودان تقف أمام سد النهضة وبيان عاجل من الرئيس السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه ناقش مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ملفات مياه النيل في إطار التنسيق المستمر في هذا الأمر، وفي ضوء التطورات الحالية في ملف سد النهضة. الرئيس السيسي قال يوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب السوداني: أكدنا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم استنادا إلى القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن. شدد الرئيس السيسي على أن هذا الأمر من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ويفتح التعاون بين دول حوض النيل، بمعنى أن عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم هيخلي أن في حاجة موجودة في المنطقة وهي عدم الاستقرار في المنطقة. والرئيس السيسي أضاف أنه سعيد بلقاء اليوم وما عكسه من تقارب في رؤى البلدين، أكد أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون ويتمنى لجنوب السودان كل الخير والاستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بعد ظهر الأحد بقصر الاتحادية الرئيس سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان. مصدر معانا كم من وسائل إعلام مصرية. إذن سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان كان في مصر أمس الأحد مع الرئيس السيسي، وناقشوا موضوع ملف سد النهضة، وأكدوا يعني أن لازم أن احنا نوصل لحل قانوني ملزم عشان نحل هذه القضية، عشان لا يترتب على عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم
عدم الاستقرار في المنطقة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا عدم الاستقرار في المنطقة، رئيس السيسي قال إن محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، ومصر قادرة جدا وبكل ثقة على حفظ حقوقها المائية وجميع حقوقها، لأن احنا بفضل الله قادرين على ده. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الداخلية المصرية ترد على أنباء احتجاز مجند شرطة لإجباره على تغيير ديانته. نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مزاعم صدرت عن أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاز مجند في الشرطة المصرية داخل وحدته ومنعه من الخروج لنحو 3 أشهر لإجباره على تغيير ديانته. ووصف بيان نشر على حسابات وزارة الداخلية المصرية في مواقع التواصل الاجتماعي ما تم نشره بهذا الشأن بأنه عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا. وقال بيان للداخلية المصرية بهذا الخصوص: نفى صحة ادعاء ما تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز أحد مجندي شرطة داخل وحدته ومنعه من النزول لمدة تصل إلى 3 أشهر ومنع أسرته من زيارته طوال تلك الفترة لإجباره على تغيير ديانته. مصدر معانا كان من وزارة الداخلية المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يعني بيان واضح من الداخلية المصرية أن هذا الأمر غير صحيح. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. والموضوع يعني غريب، يعني هو غير منطقي، مفيش حاجة اسمها كده. يعني بكل بساطة احنا يعني في عام 2021 مش في العصور الوسطى. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وبخصوص بقى يعني الكينج فخر العرب محمد صلاح وعاجل في مفاجأة كبرى. البلاط الملكي البريطاني يختار محمد صلاح من بين نجوم البريمير ليج. و تم الكشف عن دعوة الأمير البريطاني ويليام للنجم المصري محمد صلاح وعدد من المشاهير لحضور حفل جائزة إيرثشوت الأولى من نوعها يوم 17 أكتوبر في لندن. ويقام هذا الحفل لتوزيع بعض الجوائز من بينها جائزة إيرثشوت، وهي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ وتقدم حلولا مبتكرة لإصلاح الكوكب. وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم. وسيتم الإعلان عن 5 فائزين في حفل يوم 17 أكتوبر، وسيحصل كل منهم على 1,000,000 جنيه استرليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية. ومن بين النجوم الذين تمت دعوتهم لحفل جائزة إيرثشوت، النجم المصري هداف الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الممثلين ديفيد أوريو وإيما تومسون وإيما واتسون. وتم اختيار المرشحين 5 من قبل الأمير ويليام والملكة رانيا ملكة الأردن والمطربة الكولومبية شاكيرا والممثلة كيت بلانشيت وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش والدبلوماسية البيشية كريستينا فيجريس. وسيقدم محمد صلاح جائزة من ضمن 5 جوائز بالإضافة لزوجة الأمير ويليام كاثرين دوكا كامبريدج وإيما تومسون وإيما واتسون وديفيد أويلو. ويعد محمد صلاح هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل الذي سيقام في لندن تقديرا لدوره الهام والملهم للشباب في الشرق الأوسط منذ انتقاله لليفربول. مصدر معانا كان من صحيفة بيبل العالمية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. فخر العرب وفخر العالم كله يختار الأمير ويليام بنفسه عشان يقدم جوائز في هذا الإيفنت. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يحفظك يا محمد صلاح يا رب، ويعني إن شاء الله نشوف أمثلة زي محمد صلاح طلع من مصر عن قريب بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تفاصيل إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه الشخصي. وأصدرت النيابة العامة المصرية أمرا يقضي بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا وحارسه الشخصي بكفالة 5,000 جنيه لكل منهما بعد أخذ أقوالهما في واقعة أنه يعني تعرض لصاحب محل. وعن تفاصيل الواقعة، تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بورود بلاغ من المدعو سامح ميم ألف لام
38 سنة صاحب محل، بلغ عن محمد محمود مصطفى المعروف بحمو بيكا بأنه يعني تعرض له. بحسب التحقيقات فإنه أثناء تواجد حمو بيكا في محطة الوقود رآه صاحب المحل وهو كان عاوز يعني يقترب منه ويلتقط معاه صورة، ولكن يعني الحارس الشخصي بتاع حمو بيكا زقه ويعني تعرضوا له. وطبعا تم القبض على حمو بيكا وطلع الآن بكفالة 5000 جنيه. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وزي ما حضراتكم عارفين نيابة العمرية أول بالإسكندرية قامت بسرعة ضبط وإحضار حمو بيكا والحرس الشخصي له، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها وسؤال الشخص اللي تم التعرض ليه وشهود العيان. مصدر معانا كان من اليوم السابع. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومصر تنشر بيان مفاجئ حول مشروع سيكون نواة لربط عربي مشترك. كشفت مسؤولة مصرية تفاصيل عن العقود التي تم إبرامها بين مصر والسعودية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما، وصف المشروع بأنه سيكون نواة لربط عربي مشترك. وقالت صباح ميشالي رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن العقود التي تم توقيعها في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة هي عقود مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجا وات بتقنية التيار المستمر HVDC، جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطولها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار، يتحمل الجانب المصري منها 8 مليار جنيه. وأفادت ميشالي بأنه تم توقيع عقود من الجانب السعودي المهندس خالد بن حمد القانون رئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب المصري صابح محمد ميشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وبشأن مردود هذا المشروع أكدت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه سيحقق عند تشغيله عدد من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في وقت الضغط على الأحمال الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. ووصف مشالي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بأنه سيكون نواة لربط عربي مشترك. نقلت صحيفة اليوم السابع عن رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأكيدها أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملا وداعما لرؤيتي كلا البلدين 2030. أوضحت ميشالي في تصريحات للصحيفة أن توقيع عقود نهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل ل 3000 ميجا وات من الكهرباء. مصدر معانا كان من اليوم السابع. نتمنى يا رب الخير إن شاء الله لمصر والسعودية، لأنهم شعبين شقيقين، والشعب المصري والسعودي دمهم خفيف. ربنا يحفظ الشعب السعودي والشعب المصري ويجعلهم إخوات دايما، وإن شاء الله هذا المشروع هيكون فعلا نواة لربط عربي مشترك بين الدول العربية كلها. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله، إن شاء الله أكون خفيف على حضراتكم بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي لأنه بيتعب معنا جدا. إن شاء الله أشوفكم قريب في أخبار جديدة، ما تنسوش تعملوا متابعة
للصفحة الضغط على زرار المتابعة، ولو انت على اليوتيوب اضغط على زرار سبسكرايب الأحمر أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.